إنني أتحدث عن موقف الإسلام من نظام العبودية والرق، والمراد من العبودية العبودية البشرية، أن يستعبد الإنسان إنسانا من خلال طرق معينة كالشراء مثلا من سوق النخاسة. نظام العبودية والاسترقاق والرق أو ما يطلق عليه بالنسبة للنساء بملك اليمين وأمثال ذلك. نظام العبودية البشرية. الأسئلة التي وردت وفي رسائل عديدة من أن الإسلام يقر هذا النظام أو لا يقره، وإذا كان لا يقره فلماذا هذا الحديث في آيات الكتاب الكريم عن ملك اليمين مثلا، أو ما هو موجود في التشريعات الإسلامية؟ حين جاء الإسلام وحين بعث النبي صلى الله عليه وآله كان نظام العبودية موجودا، ليس الإسلام هو الذي أسس لهذا النظام. البشرية في أصلها بحسب اعتقادنا من أبينا آدم، ولم يكن آدم أبونا عبدا في يوم من الأيام، ولذا فأولاده أحرار. هناك كلمة تردد كثيرا وتنسب إلى عمر بن الخطاب، هي في الحقيقة كلمة أمير المؤمنين: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فآدم أبونا كان حرا وأولاده كانوا أحرارا، ولكن بعد أن استفحل الخط القابيلي، بعد أن قتل قابيل هابيل واستفحل هذا الخط وانتشر وحدثت الحروب والصراعات وتأسس النظام الاقتصادي الظالم فيما بين الناس، والذي لا زال موجودا إلى يومنا هذا، نشأ نظام العبودية. وأنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تاريخ نظام العبودية والرق، لكنني أردت أن أشير إلى أن هذا النظام كان موجودا قبل الإسلام، وحين بعث النبي صلى الله عليه وآله كانت العبودية منتشرة في كل أنحاء العالم. قد يسأل سائل هنا: إن الإسلام أقر نظام العبودية على ما هو عليه حينما جاء. لا أستطيع أن أقول ذلك. صحيح أن الإسلام أقر هذا النظام، ولكنه وضع برنامجا للقضاء عليه. قد يسأل سائل أيضا: هل استطاع الإسلام أن يقضي على نظام العبودية؟ أقول: لا، لم يستطع الإسلام أن يقضي على نظام العبودية، لأن الإسلام الذي انتشر بين الناس ما هو إسلام محمد، ولم تكن هناك دولة أو حكومة إسلامية، كانت هناك دول وحكومات تتخذ من الإسلام شعارا وصنعت لها إسلامها الخاص منذ أول يوم من أيام خلافة السقيفة وإلى يومنا هذا.
فما هو موجود على أرض الواقع هو إسلام الناس، ما هو إسلام الله، ما هو إسلام محمد. أكثر المسلمين يعتنقون إسلام السقيفة، وحتى الذين يطلقون على أنفسهم أتباع أهل البيت، وهذا مصطلح جديد في الأزمنة المتأخرة ظهر، وإلا فالأئمة وضعوا لنا عنوانا نحن شيعة، شيعة أهل البيت، أتباع أهل البيت، قل ما شئت. هؤلاء أيضا إسلامهم مخترق بالفكر الناصبي، فلا يوجد إسلام محمد على وجه الأرض، ربما توجد معالمه ورسومه النظرية في القرآن في حديث العترة، نعم، لكن على أرض الواقع لا يوجد. سؤال: من الذي قضى على نظام العبودية؟ الحضارة الغربية هي التي قضت على نظام العبودية. الحضارة الغربية والأنظمة الحديثة التي نتجت عن التغير الكبير في العالم الغربي، القوانين، الدساتير، كل هذا الذي حدث هو الذي ألغى نظام العبودية القديم. ربما نشأت أنظمة جديدة للعبودية المقنعة، على سبيل المثال الاتجار بالأطفال، الاتجار بالأطفال إن كان لأجل العمل أو لأجل الجنس أو لأجل بيع أعضائهم البشرية، وهذا نحو من أنحاء العبودية، ولكنها عبودية مقنعة معاصرة. العبودية الجنسية، مسألة السيطرة والهيمنة على مجاميع من النساء في أماكن معينة، بل في شركات كبيرة، في نوادي معينة، لأجل الجنس ضمن قوانين قاسية جدا. فهناك عبودية مقنعة في زماننا موجودة، ولكن العبودية التي كانت شائعة في الأوقات السابقة في الأزمنة القديمة، استطاعت الحضارة الغربية أن تقضي عليها. القوانين الحديثة استطاعت أن تقضي على نظام العبودية، ابتداء من الثورة الأمريكية مرورا بالثورة الفرنسية، وهكذا بالتغيرات والتقلبات التي حدثت في العالم، وما جرى من تغيير واسع في النظام العالمي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وإلا إلى الآن في السعودية مثلا يوجد هناك من يمتلك عبيدا، حتى عندنا في العراق إلى الآن هناك من شيوخ العشائر في العراق يمتلكون عبيدا إلى الآن، إلى يومنا هذا، نعم موجودون إلى يومنا هذا. ربما الوضع القانوني والسياسي الذي قام بعد نشوء الدولة العراقية الحديثة أدى إلى ضعف سلطة الشيوخ والزعماء القبائليين على عبيدهم. كبار السن من الرجال والنساء
من عبيد شيوخ القبائل في مناطق مختلفة من العراق لا زالوا يحسبون عبيدا للشيخ الفلاني أو للشخصية الفلانية. هذا موجود، نعم موجود، وإلى يومنا هذا وفي مناطق مختلفة من البلاد العربية. صحيح ليس بذلك الشكل السابق والقديم، ولكن يميزون هؤلاء من عبيد الشيخ الفلاني حتى إن اعتقهم، أو هكذا هم إن اعتقوا رغما عن بسبب الظروف المحيطة، بسبب الوضع الاجتماعي، بسبب الوضع السياسي القانوني، أولاد العبيد دخلوا في الجامعات وحصلوا الشهادات لا يستطيع أن يستعبدهم، أو دخلوا في السلك العسكري وأصبحوا ضباطا وأصحاب رتب مثلا فلا يستطيع أن يستعبدهم، ولكن في الحقيقة هم لا زالوا عبيدا وما اعتقهم. وأنا هنا لا أريد أن أذهب كثيرا في هذه القضية، لذا قلت هل أن الإسلام نجح في إزالة نظام العبودية؟ أقول لا، لأن الإسلام لم يطبق. من الذي استطاع أن يزيل نظام العبودية؟ الحضارة الغربية هي التي استطاعت أن تزيل نظام العبودية وصار المجتمع على ما هو عليه الآن. الإسلام حين أقر نظام العبودية لا لأن هذا النظام كان نظاما صحيحا وعادلا أبدا، وإنما أقر الإسلام هذا النظام اضطرارا. أنا آتيك بمثال عملي الآن، مثلا الآن دول الخليج، دول الخليج بعد الثورة النفطية، بعد أن ظهر النفط فيها وأصبح الناس أغنياء وانتقلت الحياة من حالة البداوة، من الحالة القاسية إلى حالة الرفاه والدلال، قل ما شئت، فانتشرت فكرة الخدم والخدامات في الدول الخليجية، بحيث حتى أصحاب الدخل المتوسط تجد عندهم خادما أو خادمين، خادمة أو خادمتين على الأقل. أما أصحاب الدخول والمداخيل العالية فتجد عندهم سواقا يقودون سياراتهم، يقودون سيارات عوائلهم، خصوصا مثلا في السعودية التي تمنع المرأة من أن تقود السيارة، فتجد عندهم سواقا سائقين، وتجد عندهم حرسا للبيوت، وتجد عندهم حرسا للحيوانات التي يربونها، لا أعني بالحيوانات الأغنام والأبقار، لا، الحيوانات حينما يربون حيوانا وحشيا مثلا أو يربون كلابا إلى غير ذلك، وتجد عندهم مشرفة على الطعام على المطبخ، وتجد عندهم خادمات في مختلف الاختصاصات، بيوتهم كبيرة وفلل واسعة وبحاجة إلى العدد الكثير من الخدم. الآن رغم أن الظرف الزماني ليس بعيدا منذ أن ظهر النفط ومنذ أن انتشرت ظاهرة الخدم والخدامات في الدول الخليجية، الآن لو أن الدولة مثلا الكويت، الإمارات، أي دولة من الدول أرادت أن تمنع هذا النظام، أن تزيل هذا النظام،
لا يستطيع أهل البلد أن يتصوروا صورة حياتهم كيف ستكون. نعم لا يمكن، مع أن هذه القضية محدودة جدا بالقياس إلى نظام العبودية حين جاء الإسلام. كان المجتمع يعتمد اعتمادا كبيرا على العبيد وعلى الجواري، ما كان يمكن أن تسير عجلة الحياة من دون هذا النظام. لذا أقر الإسلام هذا النظام اضطرارا، ثم وضع حزمة كبيرة من القوانين لأجل القضاء على هذا النظام تدريجيا، ولكن الإسلام لم يطبق بشكله الصحيح. أذكر أمثلة من هذه القوانين التي وضعها الشارع الإسلامي، وضعها نظام الكتاب والعترة. أولا وضع الإسلام هذه المادة من أن الحر لا يستطيع أن يكون عبدا، الأحرار لا يحق لهم أن يتحولوا إلى عبيد، ولا يحق لغيرهم أن يحولهم إلى عبيد، الأحرار أحرار. مصادر العبودية ما هي؟ مصادر العبودية إما أن يشترى العبد من سوق النخاسة، ولا يسألون من أين جاء به، وهذا له تفصيل، وإما يؤتى بهم من طريق الحروب، حينما تغزو أمة أمة فإنها تأخذ الأسرى وتستعبد قسما من الأسرى. أنا هنا لا أريد الدخول في هذه المطالب، ولكن من كان حرا في الشرع الإسلامي لا يحق له ولا يجوز له أن يتحول إلى عبد، يعني لا يجوز له ولا يحق له أن يبيع نفسه، أن يحول نفسه إلى عبد، سواء بالبيع أو بالهبة، أن يبيع نفسه عبدا أو أن يهب نفسه عبدا لشخص آخر. فالحر والحرة كذلك، حين نأتي بالصيغة المذكرة تشمل المذكر والمؤنث. فالأحرار لا يحق لهم أن يبيعوا أنفسهم، ولا يحق لهم أن يهبوا أنفسهم أو أن ينقلوا حالتهم من الحرية إلى العبودية. هذا أولا، يعني الذين هم كانوا موصوفين بصفة العبودية هم هؤلاء العبيد، إضافة جديدة من الأحرار لا توجد. القانون الثاني، العمودان لا يملك أحدهما الآخر. المراد من العمودين الآباء والأبناء، يعني الأب لا يستطيع أن يملك ابنه على أنه عبد، يعني لا يستعبد الآباء الأبناء، ولا الأبناء يستطيعون أن يستعبدوا الآباء. قد تقول كيف يمكن ذلك؟ مثلا لنفترض أن شخصا يملك عبدا، وهذا العبد أنجب ولدا فسيكون عبدا، ولكن المالك أعتق الولد ثم ملكه أباه، مجرد أن ملكه أباه يصير حرا، لأن الابن لا يملك أباه. العمودان لا يملك أحدهما الآخر، لا الآباء يملكون الأبناء ولا الأبناء يملكون الآباء. قطعا أتحدث عن الجهتين الذكور والإناث، الآباء المقصود من الآباء يعني الوالد والوالدة. هناك حزمة كبيرة من الأحكام
هناك حكم الانعتاق. حكم الانعتاق ما هو؟ أن المولى إذا نكل بعبده مثلا عذبه تعذيبا شديدا أو آذاه أذية شديدة جدا لا تطاق أو قطع جزءا من جسمه، كانوا يعاقبون العبيد بأن يقطعوا آنافهم مثلا أو يقطعوا آذانهم أو يقطعوا ألسنتهم، يعذبون العبيد أو يقطعوا جزءا من أطرافهم. إذا فعل المالك المولى بعبده هكذا العبد انعتق، انعتق رغم أنفه لا يستطيع أن يملكه. هناك حزمة أخرى أيضا من القوانين، مثلا على سبيل المثال أنه من تزوج جارية، من تزوج جارية، لا أعني تزوجها بعقد الزواج وإنما بملك اليمين، فملك اليمين لا يحتاج إلى عقد في الزواج باعتبار أن ملك اليمين هو بنفسه عقد. رجل عنده جارية وأنجب منها ولدا، هذا الولد حين يموت أبوه فسيأتيه الميراث، سيأتيه الميراث، أمه تكون من ميراثه، لن يشترك الوراث في أمه، ولا بد أن يدفع قيمتها للوراث من حصته كي تعتق وتكون حرة. هذه التي يقال عنها أم ولد في الكتب، أم ولد يعني جارية مالكها سيدها أنجبت ولدا من هذا المالك، يقال لها أم ولد، فيعبر عنها في الكتب الفقهية عندنا بأنها لا هي أمة ولا هي حرة وإنما متشبثة بالحرية، متشبثة بالحرية. متى ما مات المالك فإنها تعتق من ميراث ولدها وولدها لا يملكها. وإذا افترضنا من أن الوارث الوحيد هو هذا الولد فهي ستكون حرة، لأنه لا يوجد مشارك آخر له بالميراث بقانون أن العمودين لا يملك أحدهما الآخر، فهي ستنعتق، فهو لا يملك، هذه أمه. ثم جاءنا نظام الكفارات، ونظام الكفارات نظام واسع. على سبيل المثال كفارة الإفطار العمدي في الصيام، أول فقرة فيها أن تعتق عبدا، أن تعتق نفسا، بعد ذلك ننتقل إلى الفقرات الأخرى إذا لم يتوفر لك أن تعتق عبدا. عتق الرقبة هو هذا، والكفارات يطول الحديث عنها، هناك باب كامل موجود في الكتب الفقهية وهو باب الكفارات. باب العتق، وهناك استحباب مؤكد وهناك تأكيد وتشديد وحث في وصايا النبي وآل النبي على شراء العبيد وعتقهم بعد ذلك. ينقل عن إمامنا السجاد أنه أعتق أكثر من 10,000 عبد، وإن كان موضوع الإمام السجاد أيضا
له جهة أخرى غير جهة العتق فقط، ولكنه أعتق أكثر من 10,000 عبد. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يحفر الآبار ويحيي الأرض ويزرع الأرض ويزرع البساتين، وكان يجمع الأموال ويشتري العبيد ويعتق العبيد ويعطيهم أيضا الأموال. وهذه الحادثة متكررة في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إضافة إلى أننا نجد أبوابا في التشريعات الإسلامية مثل باب التدبير أو مثل باب المكاتبة. باب التدبير أن الشخص يوصي بعتق عبيده بعد وفاته وله شرائطه وتفاصيله. فمثلا شخص يملك عددا من العبيد، عددا من الجواري، ولكنه لا يريد أن يسلط عليهم أحدا بعد وفاته، فيتفق معهم اتفاق يسمى باتفاق التدبير بأن فلان وفلان وفلان من عبيدي هم أحرار دبر حياتي، يعني بعد حياتي، بعد أن تنتهي حياتي يعني بعد وفاتي. وهناك باب المكاتبة، وباب المكاتبة أيضا هناك ما يسمى بالمكاتبة المطلقة، المكاتبة المشروطة. العبد أساسا لا يملك مالا حتى لو اشتغل وجنى الأموال، بحسب نظام العبودية الأموال تكون لمالكه، لا يملك أموالا إلا أن يملكه هو، يقول له هذا المال ملك لك، وإلا هو لا يملك مالا. هناك قاعدة معروفة، العبد وما في يده لمولاه. في باب المكاتبة المطلقة والمشروطة المالك يتفق مع العبد فيقول له مثلا أنا اشتريتك بمئة دينار، وهو يشتغل يوميا مثلا في مكان عمل ويجني أرباح، وهذه الأرباح يعطيها لسيده. السيد هنا يقول له أنا سأحسب لك هذه الأموال من قيمتك حتى تسدد قيمتك فتكون حرا. ما يسمى بالمكاتبة المشروطة يعني أن تسدد المال بكامله فتكون حرا، يعني إذا بقي دينار واحد فأنت لست بحر حسب العقد الذي يكتبه المالك. أما إذا كانت مكاتبة مطلقة فكلما سدد من قيمته يطلق من حريته. فإذا سدد مثلا 50 دينار وقيمة العبد 100 فيكون نصفه حرا. كما قلت قبل قليل هناك حزمة مفصلة من الأحكام والقوانين والتشريعات موجودة عندنا في فقهنا، نستطيع من خلالها أن نقول الإسلام أقر نظام العبودية اضطرارا. ربما هذا المثال الذي جئت به في قضية الخدم في دول الخليج وهذه الحادثة التي حدثت في الكويت تقرب الفكرة وتقرب الصورة. إذا ما قرأنا سيرة النبي صلى الله عليه وآله، قريش ماذا كانت تعترض على رسول الله؟ أفسد علينا عبيدنا، أفسد علينا عبيدنا، لماذا أنزلوا العذاب الشديد بعبيدهم؟ لأنهم يتصورون أن هؤلاء العبيد إذا من عتقوا وصاروا أحرارا كيف يستطيعون أن يواصلوا حياتهم؟
المجتمع البشري كان يرى العبودية هذا النظام جزءا ضروريا في حياته الاجتماعية الاقتصادية وحتى السياسية. فالذي أقوله إن الإسلام أقر نظام العبودية اضطرارا، ولكنه وضع حزمة كبيرة من القوانين، أنا ما تحدثت بالتفاصيل وإنما جئت بأمثلة، وضع حزمة كبيرة من القوانين التي تقوم بقرض هذا النظام شيئا فشيئا بالتدريج، لكن الإسلام لم ينجح عمليا على أرض الواقع في ذلك، لأن إسلام محمد صلى الله عليه وآله لا وجود له على أرض الواقع. وتلاحظون هذا الإسلام الذي جاءت به داعش هو إسلام العبودية، هذا هو إسلام السقيفة. لو أن الإسلام مشى في هذه القوانين، لو كان الإسلام قد مشى في هذه القوانين لقضى على نظام العبودية، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يستعبد أحدا آخر. الموضوع ربما تكون فيه تفاصيل أخرى، قد يسأل سائل فيقول الإسلام أقر نظام الاستعباد في الحروب لأن قوانين الحرب كانت هكذا، قوانين الحرب كانت بهذه الصورة، لو أن قوانين الحرب ما كانت بهذه الصورة لما أقر الإسلام هذه القضية، كانت جزءا من نظام العبودية في العالم. أنا لا أريد أن أقوم بمقارنة مع الحضارات الأخرى في العالم القديم وكيف كانت المجتمعات تقسم إلى أقنان ويعتقدون أنهم أقنان في أصل الخلقة وإلى نبلاء في أصل الخلقة أيضا على أساس الأموال ووراثة المقامات والمناصب الاجتماعية والسياسية.